الأساتذة أطر الإدارية والتربوية في المؤسسة الذين قاموا بمجهود كبير طيلة السنة، فبفضلهم حصدنا على نتائج سارة في البكالوريا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، ونتمنى النجاح لحفلنا الكبير. شكرا. التلاميذ والتلميذات الأعزاء، مرحبا بالجميع في هذا الحفل المتواضع. نعتذر على التأخر، ولكن فوقاش مجال الخير كيكون نافع. اليوم احنا في ثانوية سيدي إدريس بمدينة طنجة، عندنا حفل ختامي للموسم الدراسي 2023-2024، وهي سنة دأبنا عليها هذه سنوات. فيها أولا تكريم للمتفوقين والمتفوقات من تلميذات وتلاميذ ثانوية تشجيعا لهم، وأيضا تثمينا الجهد والمبذول من طرف أساتذة طيلة السنة وطيلة الموسم الدراسي، الله يجزيهم بخير. وفي نفس الوقت أيضا كتكون حفلة وداع للمغادرين، سواء انتقلوا منتقلين أو المتقاعدين. فهذه السنة هذه أيضا نحتفل بتلاميذ وتلميذات البكالوريا بمختلف الشعب، ونحتفي أيضا بأساتذة غادرونا للأسف، كنتأسفوا أنهم نقسموا الفريق، ونتمنوا أيضا القادم يكون يمثلهم ويعوضهم أحسن تمثيل وأحسن تعويض. وأيضا كنتأسفوا أننا أطر إدارية غادي تفارقنا في هذه السنة، وفي تقديري الشخصي أنه من الصعب تعويضهم، أن أشخاص صراحة كانوا المرتكز الأساسي بالنسبة لهذه المؤسسة، واللي لعبوا دور كبير كبير جدا، للأسف الشديد يحالون على التقاعد، وهذا من الصعب كنقول أنه يتعوض. لكن كنتأملوا دائما الخير في الباقية أنهم يمشيوا على نفس النهج، وتبقى المؤسسة كما هي بالرونق ديالها، بالنتائج اللي كتحقق، بالجهد اللي كيتبذل إن شاء الله، وإلى موسم آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. سي مساوي تقدم لنا الهدية المتواضعة، وصراحة شرفت المؤسسة في الوقت الذي التحقت به، قدمت خدمات جليلة للمؤسسة وخليت ملفات كلها مضبوطة، ما شاء الله ما شاء الله، واحد العمل نموذجي صراحة قدمه سي مساوي في نهاية هذه السنة، والله إلا دخلت المكتب سترى العجب. نشكركم جميع كلشي لكم، استعداد كيكون شاميه من المليح غنيه كيكون طبعا نش بالنسبه ليش صحيت تخسجن فرحه تم قرات بزاف كيكون زانيتي استعداد ذا 3 شهور تقريبا اخر ايام خمسين ديال التعليم 35 سنه اسكنين استعداد ديال القسم اسكن نطاق الاداره. وهذه مناسبة نقول لكم أو نقول لإخواني الذين غادرون لمؤسسات أخرى مزيدا من البذل والعطاء، متمنين لهم بالتوفيق والنجاح. أما بالنسبة للأساتذة المحالين على التقاعد، نتمنى لهم تقاعدا مريحا، تقاعدا هنيئا مليئا بالسعادة. نتمنى له تقاعدا مريحا ودوام الصحة والعافية. ما عرفت نشوف السي سمير يجي يحضر معنا، مرحبا صديقي. في نفس الوقت كنطلبوا الشفاء للسي سمير، لأنه واحد أيضا اللي اشتغلنا معاه في المؤسسة، خانته الصحة، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، اللهم خفف ما نزل. ملي كنت كنجي في الدار كنت كنقول يا ربي اجعلني عند حسن الظن ديال الجميع.
ما كنت كنأدي غير الواجب، أي حاجة كتشوفوها زايدة راه من طيبة قلبكم ومن كرم أخلاقكم. كنت كنأدي الواجب ديالي بحال أي إطار إداري آخر، بحال أي أستاذ آخر. كان كيجمعني بكم شيء واحد والله يعلم، هو الحب. كنت كنحبكم كاملين. فخور بالعمل معكم، فخور بأنني دوزت ما تبقى من الحياة ديالي معكم. ستبقون ذكرى جميلة في الحياة ديالي، وكنتمنى أن العلاقة ديالي ما تبقاش غير في المؤسسة، أنا موجود في الحياة إن شاء الله إلا شاط العمر وزكى الله الصحة والعافية. أي حاجة احتجتوها مني أنا موجود. شكرا لوليداتي اللي حسوني بالأبوة. أنا ولدي كبروا صافي، كل واحد خدا المسار ديالي، ولكن هادو حسوني بأنني مازال الأب. كنت دائما كيحيطوني بالرعاية، كيحيطوني بالسؤال. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا للجميع، آباء وأمهات تلاميذ، تلميذات متفوقات، أستاذات اللي فوق راسي من الفوق كانوا كيستحملوني، أساتذة، شكرا لكم على حسن التعامل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.